باسم عمليات البحث في مكان سقوط الطائرة الروسية العثور على الصندوق الأسود الثاني في منطقة تحطم الطائرة، مشيرا إلى أن حالته التقنية لا بأس بها. ومن جانبها أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عمليات البحث عن أشلاء الضحايا ستستمر 7 أيام، وكانت قد أكدت في وقت سابق مصرع جميع الركاب 71 الذين كانوا على متن الطائرة.